اوكي. هيفا حبيبي، زين انك جيتي. طلع فلوس من شنطتي عشان تحاسب العاملة. I like it. Thank you very much. Thank you. فيك مصدومة؟ على بالك ترجعين تلاقيني منهارة قاعدة ألم أغراضي وأترك للبيت؟ كلام كان لم يطلع صح. وأنا متى قلت لك كلام وما طلع صح؟ نادى طلعت خالة لميا، وأكيد هي اللي دفتها علي عشان تتقرب مني. والله؟ يا ليتني عرفت هالمعلومة من زمان، ما كان خليتك تقطعين علاقتك فيها. هيفا، بقولك شيء، العدو إذا حط عيون عليك اعرف إنه خايف منك، وأنا أبي الناس كلها تخاف مني. أبوي ليش سوى كذا؟ ما أعرف، إذا تجرأ ورجع اسأليه بنفسك. أنا ما بي أي أحد فيكم يحس إني أنا محتاجة أحد يواسيني. للحين أنا ما طحت. الكلام اللي قالت أنا ده صح؟ أنت تبين أبوي يعلن إفلاسه؟ كل شيء وارد. أنا اللي خليت ديم تنشر البودكاست. ترى أنا بنتك يمه، بنتك اللي ما خلتيها تورط مع شخص رخيص، مع إني غلطت بحقك وما سمعت كلامك. بنتك اللي ما حطيتيها في نفس كفة البنت اليتيمة. أنا بنت فاطمة اللي أشبه لها واللي كل الناس يخافون منها، وما راح أسمح لأي حد إنه يقهرها حتى لو كان أبوي. فعلي، وش اتفقنا؟ ما بي أي أحد يواسيني، زين؟ فديتك. حتى أنا يما. أنت حبيبة ماما، الله يخليك لي.